السلام عليكم، نخيطوا هذا الكيطمه اللي فصلت معاكم. اول حاجه نبدا بها هي الجياب. كنجيب داك الباندا ديالي اللي فصلت معاكم اللي فيها 3 سنتيم ديال العرض، وكندورها هكاك على الجيب وندوز بالخياطه. هذيك الباندا كنحاول نجبدها شي شويه باش كيجيني الجيب داير، الجموع ما كيجيش محلول. جبدي غير شي شويه ماشي بزاف باش ما يجيش عاود في نفس الوقت مكمش. صافي كيما شفتو معايا تجي على هذا الشكل. من الداخل كندوزو على السورجي، دابا راه دوزت على السورجي وغنلصق لها داك التبطين ديال الجيب من الداخل. كنحطو على هذا الشكل ونحاول نسرحو مزيان يبقى ليش مجموع. ندوز له البانجات باش يشدوا لي داك القطعه ودوز لي الخياطه مزيان، تعذبنيش في الخياطه. صافي كنبدا من هذاك الجهه كيما شفتوا معايا وندور مع الجيب كامل، نمشي على السورجي. كنحاول ندور بيه مع داك القنت كيجي داير شويه. صافي هذا هو الجيب ديالنا كيما شفتو، كندورو معاه. دابا غادي نلصق، راني مونطيت الكتاف وغادي نمونطي الكمام. كنعلم المنتصف ديالكم وكنبدا من البدايه ونجبد الموبرا. ضروري من نكونو كنخدمو التوب اللي كيتيري نجبدوه في الخياطه باش مني تلبس ما يطرطقش. صافي كندورو مع التركيز ديالنا هكا على هاد الشكل، نحاولو نجيبوه داير. هذا هو الكم ديالنا. غنجيبو القب باش نمونطيه، كنمونطي الجهات بجوج، كندير لوجه عند لوجه وندوز الخياطة. نحاول داك القنت نجيبوه داير ديال القب باش يجي داير ما يجيش مقنت. صافي الجهة الثانية تاهي كنخيطها بنفس الطريقة، وكنجيب القطعتين بجوج ندير لوجه عند لوجه، ندير داك الخياطة اللي عندي في الوسط الخياطة عند الخياطة نشدهم بالبانكة. صافي وندوز لهم الخياطة. كنمشي معاها هكا بهاد الشكل هذا وكنجبد التوب. صافي راني قلبتو، دابا كيجي على هاد الشكل. دابا ندوز له الخياطه باش داك البلاصه اللي غيكون عندي فيها السيور كنخلي واحد جوج سنتيم وندوز له الخياطه. اذا نحن ندير له السيور في داك الدوره ديال القب. صافي هذا هو القب ديالي، غادي نقلبو وندوز له واحد 4 سنتيم ولا 5 ديال الخياطة من الداخل في داك القنت ديالهم بجوج باش ما يبقاش يتحل ليا من يكون ملبوس. صافي نولي نقلبو نردو على وجهه. هذا هو القب ديالي. كنجيب الدورة ديال العنق وكنطراسي المنتصف ديال الامام والمنتصف ديال الخلف. كنجيب داك الخياطة اللي عندي في القب
اللي كتكون محطوطة على الظهر، وكنشدها بالبانجا مع الكرانة اللي علمت في الخلف، وهذيك الكرانة ديال الأمام كنحط عليها الدورة الجهة ديال اليمين، كندخل واحد 2 سنتيم على الكرانة باش يجيني مكروازي، عاود كنحط عليها الجهة الثانية حتى هي كندخلها 2 سنتيم ونشد بالبانجا باش تجيني 1/1. صافي ندوز بالخياطة. ندوز بالخياطة ديالي، نجيب التوب وانا كنخيط، صافي هذه هي الدورة ديال القب، راه خيطتها نولي ندير لها السورجي. صافي هذا هو القب ديالنا كما كتشوفوا، راني مونطيت البيجامة ديالنا بالسورجي، وغنعاود لها الخياطة. صافي كنمشي هكا بالخياطة وكنجبد التوب ديالي، هذه الباندا ديال الكمام كنجي كندوزها الخياطة، كنطوي هكاك على 2، كنقلب الكم ديالي وندخلها من الداخل، ندير الخياطة عند الخياطة وندوز 1 سنتيم ديال الخياطة ديالي. مشو هاد الكتمة راه ساهلة، هاد البيجامة ديال الدار صافي. هذا هو الكم ديالي الباندا، ندير له لوغلي من التحت، نشد 1.5 سنتيم وندوز لوغلي. هذا السروال ديالي راني مونطيتو بالسورجي، راني فايته وخادمه معاكم السروال، كاين فيديوهات ديال الكولونات ولا ديال السراول خدمهم معاكم الا بغيتو تعرفوا الطريقه كيفاش نمونطيو السروال. غنبداو بالحرده هي الاولى، ندوزو لها الخياطه ونجبدو التوب ضروري في السروال حتى هو ملي كيجي تلبس باش ما كيطرطقناش. الحردة الثانية حتى هي كنبداو بيهم هما اللوالة، عاد كنمونطيو السروال من التحت. صافي غنبدا السروال ديالي من التحت مراس ديال الرجل، نطلع معاه بالخياطة وندور معاه كامل. صافي هذا هو السروال ديالي، غادي ندير له دابا نصابلو الباندا، ندوز لها الخياطة، شد 1 سنتيم ديالي وندوز الخياطة ديال الجنب. غادي نحل داك 1 سنتيم اللي خليت، نحلهم باش ما يبقاو ليش مكملشين تمايا يجيو غلاط. نقاد هاد الباندا مزيان، التوب ديال الموب راه كيما كتعرفوا راه كيكون ملس، خصك تحاولي معاه تقادي بشويه.
صافي غنلصقها مع داك الخياطة ديال السروال اللي عندي في الجنب. صافي غنشد سنتيم ديالي ديال الخياطة وندور. بغيتو تشدو بالبانكات من الأحسن باش يساعدكم باش ما كتبقاش المبركة تهرب. صافي هادي هي الباندا ديالنا ديال السروال. مازال غندور لها السورجي. غنجيب لاستيك غندير نص ديال الدورة ديال السروال كما شفتو. هذا هو السروال ديالي، راه مطوي على جوج. كنقطع الدورة ديال اللاستيك ديالي اللي كتكفي وندوز لها الخياطة تما، نضرب نخيطها مزيان في داك البلاصة باش ما يتقطع ليش. صافي كما شفتو راه كنحل السروال. كنجيب لاستيك كنلصقو مع داك الخياطة اللي عندي في الخلف، الخياطة اللي عندي من الأمام، ونولي نقسم عاود لاستيك على جوج ونلصقو في الجنب. نطوي السروال عاود ونلصقو من هاد الجهة ومن هاد الجهة على 4 ديال الجهات باش ملي كنجي نخيطو كيساعدني في الخياطة. صافي دابا غادي نشدها تما فين عندي البانكا وغادي نجبد اللاستيك مع السروال مزيان وندوز عليه بالخياطة. كنشدو من جوج جهات، كنشد بيدي من هنا واليد الاخرى كتشد لاستيك والتوب. دوزنا له الخياطة الاولى، غنولي نعاود له الخياطة الثانية نطويه كما شفتو معايا على هذا الشكل. غنطويه ونشدو عاود البانكات ندوز له خياطة واحدة اخرى باش ما يتلبس ما يطرطقش من جهة لاستيك. كنشد التوب مع لاستيك ونجبد مزيان. كما شفتو على هاد الشكل كندورو معاه كامل. هذا هو السروال ديالي، هذا لاستيك كما شفتو كيجي على هذا الشكل، كيجي فيني من الداخل. هادو الباندات ديالي، نتمنى تكون جاتكم الطريقة سهلة. غنخيط داك السيور ديال الكيطمه ولا البيجامه ديال الدار. غندير هنا واحد عندي هاد الشريط فيها 3 سنتيم في العرض، والطول كديرو على حساب الدوره ديال القب ويبقى شايط لكم من الجناب. هنا غنديرو هاد القطعه، الا كان عندكم قطعه وحده طويله ما تحتاجوش ديرو هكايا خياطه في الوسط. دابا غادي نخيطو، غادي ندير له هكايا. هاد السيور هادو الا بغيتو تاخدوهم واجدين راه كيتباعو، السيور ديال بحال السيور ديال السبرديلات، ولا تاخدو هاد اللون الكري هكا اللوين اللي دايرين وديروه. انا هنايا ما لقيتش هاد اللوين هذا اللي مفتوح، غنديرو غير من التوب ديال السروال اللي دخلت مع البيجاما ديغرادي هكايا. طوي سنتيم من هاد الجهة وسنتيم من هنايا كما كتشوفوا هكايا.
سنتيم طويتها ما تجي وسنتيم ما تجي، ونولي عاد نطوي هكايا المره الثانيه هكا، وندوز الخياطه هنا تجيني على الحاشيه. صافي هادو هما السيور ديالي، دابا غنوريكم كيفاش ديروا هاد القويقات اللي كيكونوا في الراس. هادو جيبوا هكا واحد القطعه هكا، جوج قطع نحطوهم وحده على وحده، ماشي شرط شحال ما بغيتوا. الا بغيتوا قوقه كبيره هاد القويقات اللي في الراس ديروا دائره كبيره، وديروا هاد الطريفات هادو يجيو كبارين شويه. انا بغيتها تكون غير بحال هذا القياس هذا، ندير هنا المنتصف ديال هاد القطعات وندير دائره قياس اللي بغيت. صافي الدائره غندور معاها هكايا، وغنخلي واحد جوج سنتيم هنايا فشي جنب، اما هنا اما فيما بغيت، المهم نخلي جوج سنتيم ما نخيطهاش باش غادي نقلب منها الثوب. صافي انا خليت هنا واحد جوج سنتيم ما خيطتهاش، ونخلي هاد الخيوط هكا خارجين كبار باش ما يتثقليش، ونقلب هكا ندفع الثوب. هاد البلاصه هادي اللي عندي هنا غادي ندفعها بحال اللي طلع هكا هي بصبعاني. صافي غادي نحشي لها داك السيور هنايا فهاد جوج سنتيم اللي خليت، غنحشي لها السيور هنا فهاد الليصه هادي، وندوز عليها بالخياطه هنايا. الا ما جاتكم صعيبه هنايا تخيطوا، تخيطوها غير بيديكم غير بالخيط والابرة. نجيب الثانيه راني مصوباها هنايا، هي غادي نحشيها هنايا، غادي غنحشيها حتى غادي نحشيها الجهه هذه، نحشيها في القب وعاد نصاوب الجهه الثانيه. هنايا غادي نفتح هنايا العوينات ديال هاد السيور، انا فتحت هنا واحد سنتيم. هادو من الاحسن تخليهم من تكونوا كتلاقيو القب باش تلاقيو هاد الجهه مع هاد الجهه، تخيطوا واحد 5 سنتيم هنا وتخليو واحد سنتيم، وعاد تنقزو تكملو الخياطه. انا هنايا راه ما درتهاش في الاول نسيت، غنديرها دابا، غنجي لهنايا انا طلعت هنا واحد 4 سنتيم، وغادي نفتح هاد العوينات. هاد الافتتاحات يكون وحده قبلت وحده، غندخل ونولي نرتق هاد البليصه باش ما تتحليش. غادي نجيب هاد السيور ديالي، غادي نحشي الفنته هكا في الراس. غادي نحشي في هاد العوينه هذه اللي حليت قبيله، اي سنتيم كتحلو ماشي بزاف. صافي وغادي نحشي هاد السيور ديالي هنا. صافي غنبقاو غاديين معاهم هكايا كندخلو هاد السيور حتى كنوصلو للجهه الثانيه هنايا فين حليت هنا عاود واحد سنتيم. صافي هنا كنخرجها، كنخرج هاد الجهه الثانيه اللي دخلت من هنا. هذا هو القب ديالي. كنجيب هاد القويقه الثانيه كنحشيها هنا فهاد الجهه ديال السير. صافي هادو هما السيور ديالنا، راه قديناهم، خيطت هادي حتى هي من هنايا وصافي هكا كيجيو. هاد الموتيف راه لصقته هنايا، راه نسيت ما صورتو لكمش،
ولكن راني دايره معكم الطريقه كيفاش تلصقوا بحال هاد التشكيلات هادو ولا داك. المهم الاشكال بزاف، الا بغيتو تلصقوهم في الكيطمات ديال الدار راه خيطتهم معكم شي جوج مرات، تقدر تقادوهم هكايا العبار فين بغيتو تحطوهم، سواء تثبتوهم بالبانكات وعاد دوزو عليهم هكا بالخياطه في الجنب ديالهم، دورو هكا عليهم بالخياطه كطلعوا مع هاد الجهه هادي هي الاولى، وكدورو عاود من هنا وتهبطوا من هنايا، وصافي هادي هي الكيطمه ديالنا.